في خبر جيد بل ممتاز. وكالة بلومبرج الاقتصادية الشهيرة عاملة تقرير بتقول فيه أنه الجنيه المصري بيحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء في 2019. ده تقرير من بلومبرج ونشره النهاردة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وطبعا يعني هذا الخبر مفرح وشهادة أخرى تضاف إلى شهادات تناولناها يمكن الأسبوع الماضي في حق الاقتصاد المصري. طب معنى هذا الكلام إيه؟ يعني إيه الجنيه المصري يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء في عام 2019؟ خلوني أطرح هذا السؤال على الأستاذ. طيب هنعاود الاتصال، بنحاول الاتصال بالاستاذ احمد ابو علي الباحث والمحلل الاقتصادي. لكن زي ما قلت لحضراتكم هذا تقرير مهم جدا لانه يعتبر شهاده بتقول انه الوكاله بتقول انها رصدت تحسن اداء الجنيه المصري كثاني افضل العملات اداء على مستوى العالم. معايا الاستاذ احمد ابو علي الباحث والمحلل الاقتصادي. استاذ احمد مساء الخير. مساء النور استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. يعني ايه الجنيه المصري يحتل المركز الثاني كافضل عملات العالم من حيث الاداء في عام 2019؟ طيب في البدايه علشان تقدر تحكم على قوه اي عمله او مكانتها سواء على المستوى المحلي او المستوى العالمي تحكم عليها باكثر من معيار. المعيار الاول القوة الشرائية أو قيمة هذه العملة داخل المجتمع أو داخل البلد صاحبة هذه العملة. ده بيتوقف على حجم التحسن في مستويات الإنتاج وبالتالي حجم التحسن في مستويات التصدير، وبالتالي ده بينشأ الحاجة إلى أنه بيكون في طلب عالمي ودولي على عملة هذه البلد. النقطة الثانية سعر صرف هذه العملة مقارنة بالعملات العالمية من أهمها طبعا الدولار وباقي 7 عملات المتعارف عليها في التعاملات التجارية العالمية سواء في التبادل التجاري فيما يتعلق بالصادرات أو الوارد أو خلافه. الجنيه المصري حجم التغير اللي حصل فيه أستاذ عمرو تحديدا بعد التعويم وتحرير سعر صرف الجنيه المصري مع بداية مصر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، السياسات الإصلاحية اللي أعقبها حدوث طفره كبيره جدا في تشجيع سياسات الانتاج من اجل التصدير، حجم المشروعات القوميه اللي ضخت لداخل الاقتصاد المصري، الارتفاع اللي حصل في حجم الاحتياطي النقدي الاجنبي من الدولار لدى البنك المركزي والجهاز المصرفي، كل ده اثر بشكل او باخر على القوى الشرائيه وقيمه الجنيه المصري مقابل الدولار تحديدا، وحتى القيمه الشرائيه على للجنيه في اطار السوق المحلي فيما يتعلق بالسوق المصري في هذه الحاله، وبالتالي ده اكسب الجنيه مرتبه متقدمه في معايير التصنيف العالميه اللي بتصنف عملات الدول وفقا لقوتها محليا وسعر صرفها مقابل 7 عملات العالميه اللي بيقرها صندوق النقد الدولي في اطار التعاملات الدوليه. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح الاستاذ احمد ابو علي الباحث والمحلل الاقتصادي.